السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، ونتمنى أن تكونوا بأحسن الأحوال. موضوع حلقتنا هذا اليوم عن الحبة السوداء أو حبة البركة أو الكمون الأسود، وهي على شكل حبيبات سوداء كما تشاهدون معنا الآن في الفيديو. تحتوي على عناصر كيميائية نباتية لا تتوفر في أي نبات آخر، وتنتمي إلى الفصيلة الحذانية، وحسب المؤرخين موطنها الأصلي هو الشرق الأوسط والهند، وانتقلت زراعتها إلى مناطق متعددة في آسيا والبحر الأبيض المتوسط فيما بعد. وفي هذا الفيديو كالعادة إن شاء الله سوف نتعرف على فوائد هذا النبات بشكل علمي وفق مجموعة من الدراسات والأبحاث الحديثة. أظهرت دراسة علمية بأن تناول 300 ميلي جرام من زيت حبة البركة مرتين يوميا أو 2 جرام من مستخلصات بذور الحبة السوداء ساهم بشكل ملحوظ في خفض مستويات ضغط الدم بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. كما أقرت بحوث علمية أخرى أن زيت بذور الحبة السوداء يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات الضغط بعد شهرين فقط. يمكن خلط الحبة السوداء مع العسل الطبيعي لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية والربو والتهاب الأنف التحسسي ونزلة البرد. كما يمكن صنع مستحلب بذور حبة البركة للحصول على فوائد هذا النبات. كما يمكنكم أيضا إضافة ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة لكوب من شاي الكافور للحصول على نفس الفوائد. الحبة السوداء تعمل بشكل فعال في التخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون، وطريقة الاستخدام تكون من خلال وضع نصف ملعقة صغيرة من بودرة الحبة السوداء مع كوب من الماء الساخن، وأضف إليه ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من القرفة، وتناول هذا المزيج مرة في الصباح قبل نصف ساعة من الفطور، ومرة أخرى في المساء قبل نصف ساعة من وجبة العشاء. تحسن الحبة السوداء الهضم عن طريق تحفيز إنتاج الصفراء، كما تفيد صحة الكبد وتعالجه. فعندما يقوم بتناولها مرضى الكبد خاصة مرضى فيروسي، تقوم بتخفيض نسبة الفيروس في الكبد، وتعمل على شفاء المريض من هذا الفيروس بسرعة وبدون أي آثار جانبية، وتساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، وهي نوع من الانتفاخ الذي ينتج عن تجمع السوائل الذي يحدث بسبب نقص البروتين الأساسي في الأطراف السفلية، وهذا ما أثبتته بالفعل الدراسات. يمكن استخدام الحبة السوداء لخفض مستوى الجلوكوز في الدم وللحد من مقاومة الأنسولين. وللحصول على فوائد هذا العلاج الشعبي ينصح بتناول 2 جرام من بذور الحبة السوداء يوميا، ولكن ينصح باستشارة الطبيب. يساعد خليط حبة البركة والعسل في القضاء على جرثومة المعدة بسبب المحتوى العالي من المواد المطهرة والتي تساعد في تطهير المعدة وقتل هذه الجرثومة، كما يساعدان في وقاية الجسم من الإصابة بهذه الجرثومة مرة أخرى. وطريقة الاستخدام تكون من خلال خلط ملعقة كبيرة من عسل النحل مع ملعقة صغيرة من حبة البركة وخلطهما جيدا، ويتم تناولهما مرتين يوميا قبل الأكل بساعتين، والاستمرار على هذه الوصفة حتى الشفاء التام إن شاء الله. الحبة السوداء تعد من العلاجات المفيدة لمرضى ارتجاع المريء، ويتم تناولها بعد نقعها ما بين عشية وضحاها، وتناول نصف ملعقة من الحبة السوداء على الماء المغلي وشربها يوميا. وبحسب بعض المرضى المصابين بارتجاع المريء فهي تحسن من الحالة بقدر كبير، فالحبة السوداء ذات قيمة غذائية عالية. يمكن أن تحسن الحبة السوداء من حالة الجلد، كما تعد مفيدة للحد من مشاكل الجلد مثل التهاب الجلد أو الصدفية أو تهيج الجلد، كما يساهم استخدامها في مكافحة الالتهابات الفطرية. يعتبر استخدام الحبة السوداء آمنا حيث لا يتسبب في أي آثار جانبية عند استخدامها بشكل معقول، وهناك عدة طرق لتناول الحبة السوداء، منها مضغ من 5 إلى 7 حبات داخل الفم للحصول على فوائد الزيوت الطيرة بها، أو تناول زيت حبة البركة، أو خلطها مع العسل، ولكن لا ينبغي الإفراط في تناولها لتجنب تأثيراتها الجانبية، كما يحظر استخدامها من قبل المرضى المصابين بالأمراض المزمنة إلا بعد استشارة الطبيب. وإلى هنا ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله.